طيب نروح بقى نتابع مع حضراتكم اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وكل فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليكي ومليون مبروك وتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير ويا صباح النصر والفرحة طبعا عليك يا كريم وعليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة طبعا في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. وخليني قبل ما نقول لكم أي حاجة هنا من مقرنا مقر النادي الأهلي بالجزيرة أبارك طبعا ليك يا كريم وبارك ليك يا نهاوند ألف مبروك طبعا وببارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بعد الفوز وتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي. طبعا يعني المرة الأولى كانت على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف والمرة الثانية طبعا المباراة اللي كلنا شفناها امبارح أمام كايزر تشيفز بثلاث أهداف مقابل لا شيء سجل ثلاث أهداف طبعا نجم نادي الأهلي المتألق محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وعمر السولية. حاليا أنا معاك دلوقتي يا كريم وطبعا معاك يا نهاوند من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة تحديدا امام دولاب البطولات يعني اكتر مكان بيورينا تاريخ وعظمه النادي الاهلي مش بس في كره القدم كمان في كل الالعاب الاخرى سواء يعني كره السله كره اليد او كمان كره الطايره. كمان خلينا نقول لكم هنا كل الامور والاجواء في الفتره الصباحيه طبعا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بالفعل بدات تتوافد اعضاء النادي الاهلي على مقر النادي ولكن لسه العدد بسيط. كمان يمكن انا كنت موجوده امبارح يعني مع اعضاء النادي الاهلي عشان نشاهد مباراة أمس مباراة طبعا النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يمكن كنت موجودة هنا في فرع أو مقر نادي الأهلي بالجزيرة وكانت الأجواء يعني خليني أقول لكم مختلفة أجواء يعني استثنائية مش بس في الجزيرة كمان في فرع مدينة نصر والشيخ زايد. يمكن يعني جميع أعضاء النادي الأهلي بيحبوا إن هم يجوا ويتفرجوا على المباريات بالذات يعني كمان المباريات يعني لو في مباراة نهائية يجوا يتفرجوا عليها هنا داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره. بتكون الاجواء يعني مختلفه والناس يعني بتتبسط اكتر لما بتتفرج على المباراه هنا. يمكن كمان اداره الخدمات معاهم الاستاذ محمد الالفي المشرف على المنافذ والخدمات في جميع فروع النادي الاهلي وافراد الامن معاهم سياده العميد علاء صلاح والاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. الكل بذل مجهود كبير جدا يعني الصراحه من الظهر لحد بعد المباراه كمان بعد يعني اعضاء النادي الاهلي كلهم غادروا مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل التحيه وكل طبعا التقدير والشكر ليهم على مجهودهم الكبير اللي بذلوه مش بس يعني هنا كمان في الشيخ زايد ومدينه نصر. كان كل الاستعدادات اللي كانت موجوده هنا كانت كمان موجوده في باقي الفروع. يمكن وفروا عدد كبير جدا من الكراسي لاعضاء النادي الاهلي عشان الكل يبقى عنده الفرصه والامكانيه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. كمان اكثر من شاشه عرض عشان تعرض المباراه. فكان في يعني استعدادات كبيره ومجهود يعني مبذل الصراحه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وباقي فروع النادي الاهلي. كمان يعني انا كنت موجوده يا كريم قبل المباراه بساعات داخل مقر النادي ويعني الاعضاء بدات تتوافد على النادي من العصر عدد كبير جدا كل الاعمار يعني كبير صغير كمان كبار السن والكل كان طبعا يعني كعدد جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بيتكلموا في امور فنيه بقى ويعني الامور طبعا المتعلقه بالمباراه ازاي مستر فيتسو موسيماني هيبتدي المباراه الخطه هتكون عامله ازاي مين اللي هيبتدي بيه ومين اللي هيكون على دكه البدلاء. ده طبعا يعني بيدل على الحماس الشديد اللي كان عند جماهير واعضاء النادي الاهلي وحبهم طبعا لفريقنا فريق النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اكلمكم شويه عن اخبار فريقنا فريق النادي الاهلي. يمكن بعد المباراه مباشره وبعد الاحتفالات طبعا في ملعب المباراة الفريق غادر مباشرة ملعب المباراة لمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية تمهيدا للعودة مرة أخرى لطبعا القاهرة. يمكن الطائرة يعني اتحركت في تمام الساعة 3:30 صباحا والفريق يعني وصل تقريبا في تمام الساعة 8:30 صباحا هنا في القاهرة. طبعا النهاردة هيكون يعني راحة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والايام القادمه ان شاء الله الفريق هيبتدي يستعد بشكل قوي للمرحله والتحديات والمواجهات المقبله ان شاء الله في بطوله الدوري الممتاز. ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم الخميس القادم مع النادي بنك الاهلي على ملعب استاد الاهلي والسلام. خلاص لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني يعني انتهوا من الاحتفالات وهيركزوا في ما هو قادم ان شاء الله يقفلوا صفحه بطوله افريقيا وهيركزوا في المباريات طبعا في بطوله الدوري الممتاز ويا رب طبعا ان شاء الله يعني يفرحونا كالعاده
بادائهم وبالفوز والتتويج ببطوله طبعا الدوري الممتاز لكره القدم الموسم ده زي ما فرحونا امبارح وفازوا ببطوله الدوري بطوله دوري الابطال. طبعا يعني خليني كمان يعني يا كريم ويا نهاوند ابارك لكم مره ثانيه على الفوز امبارح وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. انا معاكم طبعا لو في اي سؤال او في اي استفسار والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كريم تفضل. مفيش ولا اي سؤال ولا استفسار، مفيش غير كل الشكر لزميلتنا العزيزه سالا حامد، ونروح بقى مع حضراتكم على الصحافه الرياضيه.